السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو محمد من فريق الـ BDA، واليوم بدنا نقرب لكم كيف نعمل الجيل بريك لجوال جي اس. يعني أول شيء لازم يكون عندك الباك ناتولا، بتضغط على الصفحة تاعت الدايف تيم وبتنزل منها الباك ناتولا وبتنزل الإصدار 4.1 عليه. وهذا انا هلا جوالي على 313 وحنا حابب اعمل له جيل بريك على 4.0، وانت فيك تعمله على 4.1. طالما جوالك على 313 بيركب عليه الكستوم، وطالما جوالك على 4.0 بيركب عليه الكستوم 4.1 تدريجيا، يعني بيصير العمليه. وهلا نحن بدنا نعمل، انا بدي اعمل كستوم 4.0 وانت فيك تعمل 4.1 اذا بدك. اول شيء بتنزل هاي وبتنزل اخر اصدار لل 4.1 او ال 4.0. انا نزلت الاصدار 4.0 حطيته هون، شايفين هون داخل هون، ونزلت الباك ناتورال حطيته هون. راح تبتدي العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بنبلش هلا بالضبط كيف بدنا نشتغل فيها. اول شيء بفتح الاناناسه عليها مرتين، هو الباك ناتورال هاي كله على الميك العمليه هلا، وبتبتدي العمليه. لاحظوا شو عم ساوي. ساوي نفس الطريقة اللي عم ساويها. وهلأ هو بيدور على حاله، بيختار السوفت وير اللي نزلته 4.0، بيدور عليه بيلاقيه. لازم يكون نزله ل 4.0 او 4.1. هلا هو نزل ال 4.0، عم يدور عليها. تعرف على الجوال مثلا، هو للدراي جي اس، يعني لسباي جي وندراي جي كمان بتصير. اوكي عم يدور هلا، عم يدور. لقاها، لاحظته؟ لا السوفت وير نزلته، لاحظته؟ 4.0. اوكي. بدي فيك تعمل 4.1 اذا كان موجود عندك الاخر اصدار 4.1. كمان بيركب لو كان جوالك على 313 او 4.0 بيركب معك 3.1 تدريجيا. وهلا هون انا هي الخيار ما بختاره نورمال، انا بعمل بس بضرب على السهم الازرق من تحت وبمشي بكفي العمليه بس. ولكن هلا عم فرجيكم العملية كاملة كيف بدنا ندخل صور الفريق. إذا بتحب تدخل صورتك أو صور الفريق على الكستوم، عند إقلاع الجوال بتبين معك الصورة. بس أنا بحتاجها ما بسويها، خليك تبين صورة الأناناس عندي مش مشكلة. بضغط على السهم الأزرق من تحت على اليمين وبمشي بكفي. بس هلا أنا عم وضح لكم إذا بتحبوا تنزلوا الصور. تفضل. هلا زغرته، عملته ال 1012 MB للكستوم. طبعا هلا رح عم نسوي كستوم، هو هذا الجيل بريك، لانه الباك ناتولا تاعت الدايف تيم ما بسوي الا كستوم. يعني هذا اصبح ما جيل بريك الحقيقي مثل سبرايت وغيره، هذا كستوم بنلبسه للجوال وبنفتح الجوالات المقفوله فيه عن طريق السيديا على الطريقه المعتاده. هلا هو عم يسوي الكستوم، بختار الصور. انا هلا بختار اول خيار من فوق وبرجع بسكره ما بحاجة. بس هاي فرجيكم وضحت لكم شو بدكم تساووا. هلا هون السيديا اوكي، هون خيارات الصور هاي كله عم نعبيه بالسيديا. هلا بشيله عنه ما بتركه، بحطه بس تجربه. هي كانت اوكي. هذا هلا السيديا، عم نحط السيديا، بدنا ننزله
بغير الصور معنا، بس انتوا فيكم تحطوا صوركم او صوره الفريق هون، بس هاي التجربه عملت لكم اياها. بس انا من الاساس كله ما بقلي فيه، انا دغري على بضع على السهم الازرق وبمشي. شيلوا عنه هون لحتى ما يبينوا للناس ولا الرجل، حتى ما يبينوا معنا بالكستم. شيلهم بالمرة، ظل الكستم نظيف. وهلا السيليا موجودة، اوكي انتبهوا، اوكي. وهلا لاس نضغط على السوفت وير، شايفينه الكستم اسمه هيدا، وتحت تختاروا بدك تحب تنزله. انا بدي انزله على شاشة الكمبيوتر، اوكي وبنمشي فيه. وهلا عم بحولنا الفيرم وير 4.0، عم بحوله لكستم 4.0، وبينزل على شاشة الكمبيوتر بعد شوي بنشوفه. وهذا بنعمل فيه جيل بريك. بتبقى العملية بتنفع لـ 4.0 و 4.1. 4.2 بعد ما نزل الجيل بريك ما نفعت، جربنا امبارح ما كانت تزبط معنا، زبطت. بس هاي عم بحول كستم، هلا انتهى شغله. شايفه كسم ونزل على شاشة الكمبيوتر. هذا هو بنعمل فيه جيل بريك، انتبهوا. بنعمل فيه هلا ريستور عن طريق التوليز ريستور. هذا هو جيل بريك، السيدة داخله بقلبه، كل شيء بقلبه، انتبهوا. هلا بفتح التوليز، فتحته، لاحظته بفتح الالتوناس بشكل جوال، بفتح الالتوناس. هلا الالتوناس عم تعرف على الجوال، تعرف على جوالي، لاحظته وعمل لي هيك. جوالي طبعا مفتوح يعني، انتبهوا. بضغط هلا على الات الات تبع الكمبيوتر، وبضغط على الريستور مع بعض، بتفتح معي الصفحة. انا بختار الكستوم، وبعطيه الكستوم. ما تنسوا الكيل تبع الكمبيوتر على الالت تضغط